الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتكلمنا عن الكويري سيلكتور هنتكلم عن الكويري سيلكتور أو السيلكتور الميثود يا جماعة زي الميثود اللي فات بس الفرق في إنها أول باب خاصة بإليمنتس مختلفة. فمثلا لو أنا قلت له أول إيه هيبتدي يجيب لي أدي أهو كده جاب لي إيه جاب لي الأري بتاعت العناصر اللي فيها الأولاني التاني التالت الرابع وهكذا تمام كده. فبالتالي الموضوع بتاع الكويري سيلكتور أول ده بيجيب لك إيه كل العناصر اللي ليها دخل بالنظري. مثلا لو أنت كنت عايز تجيب مثلا لا كان عندي نقول الاي مثلا اندس هيروح يجيب لك العناصر تبع كل الارمز الموجودين في الدخول بتاعك. ده بالنسبه للكويري سيلكتور. اسمح لي لما اتفضل بحمدك لا مصدر الخبر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.